الحمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله على السلامة حق مجدة. حق مبرور يا حاج. حق مبرور. الحمد لله على السلامة حق مجدة. حق الحمد لله على السلامة يا باشمهندس معتز. يا رب. سلام يا حاجة والله. أعزائي المشاهدين متابعي موقع تليجراف مصر في كل مكان، مع حضراتكم القرشي حسن موجود مع حضراتكم يعني دلوقتي في مطار القاهرة الدولي، بننقل لحضراتكم لحظة وصول الحاجة مجدة اللي مشيت 27 كيلو يعني على مشيت 27 كيلو على لحد جبل عرفات. يعني استقبال كبير للحاجة مجدة. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة حاجة مجدة. قول لنا كان كلمينا على الحج، كلمينا على الحج السنة دي. العالم كله شاف الفيديو بتاعك وانت بتمشي لحد جبل عرفات 27 كيلو، كلمينا عن يعني مشاكل. بتوفيكي من الله. كلمينا عن ازاي قدرتي تعملي ده؟ توفيكي من الله. امنيتي لله. الحمد لله. الحمد لله. فرحانة يا حاجة؟ والنبي. النبي قول لنا احساسك. سعيدة جدا. بقيت اقول كريم يا رسول الله والله اكرم. نعم. هل الفقير يحرم من كرمكما؟ اللهم لا تحرمني من كرمكما. اللهم لا تحرمني من كرمكما. وفقني الله بهذا الخير. قلتي ايه على جبل عرفات؟ قلتي عيدي بيه على جبل عرفات. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك لبيك. هو فعلا انت كنتي ودعيت لكل المسلمين ودعيت لكل الناس تشوف الحشر الجميل اللي شرح قلبي وصرني وفرحني. أيوه. اللي شفته بعد تعبي وشقايا كتير على كم سنه وانت بتتمني زياره يعني تعملي حج؟ كم سنه؟ 63 سنه. خلاص كلمينا هل فعلا عمري 63 سنه. طول العمر لحضرتك. توفى جوزي وتمنيتها من الله وربنا وفقني بيها. الحاجه هنا حاجة. ولادي على 9 اولاد من اولادي. نعم. الحمد لله. هل فعلا انت ما كنتش قايله لحد اللي انت هتنزل تمشي المسافه دي كلها وكنت صايمه؟ انا اديت ربنا واستخرت ربنا ونويت رحيلي على الحج. وقلت لازم اوصل عرفه ماشي على الاقدام عشان تتم حجتي. لان الشرطه كانت بتوقف كل تاشيرات السياحه. وتوقف العربيات وتوقفهم وترجعهم. ما حدش ندهلك يا حاجه وقال لك تعالى الكاميرا معايا اي حاجه؟ ابدا. انا سرت في طريق الله. وتوكلت على الله. مكتوبالي والحمد لله. تحملت 27 كيلو دول ازاي؟ تحملت 27 كيلو دول ازاي ماشي؟ حسيت بيهم بالدعاء والتلبي لله سبحانه وتعالى. وقلت دعاء جميل. كريم يا رسول الله والله اكرمه. هل الفقير يحرم من كرمكما؟ اللهم لا تحرمني من كرمكم. ده كان الدعاء ده على طول على لسانك على طول في عرفات. على لسانك على طول. على لساني على طول وعلى التلبي. كنت بتتابع النت الانترنت ووسائله؟ كنت بتعملي ايه؟ نعم. كنت بتتابع الصور؟ العالم كله كان مندهش انا ما اعرفش مين صورني. ممكن ما تعرفيش مين صورك؟ انا ما قدرتش خالص. تحت امرك. سيبوني معاك. انا ابني. الناس كلها عارفاك يا حاج مجدة. ما زي ما حضراتكم شايفين في مطار القاهره الناس كلها جايين للحاجه مجدة عشان يتصوروا معاها. حبيبي يعني سؤال يا حاجه مجدة معلش، حد وقف لك وانت ماشيه عرض عليك اللي انت تركبي مع العربيه ووصلك عشان مشقه الطريق؟ انا بسمع ربنا. انا توكلت على الله. اسمك ايه يا حاجه؟ ومشيت مع نفسي معاك. حاجه مجدة؟ يعني حدش عرض عليك وانت ماشي في الطريق؟ عملت عمره حاجه ولا دي كانت اول مره؟ نعم. عملت عمره حضرتك قبل كده؟ عملت عمره. الاساس ربنا كرمه. ربنا يختم يختم تعب وشقايا بقى بالحج. امين يا رب. بعد تربيه 9 ان شاء الله حج تاني.
وتسعة مشرفين الحمد لله ناجحين. البشمهندس مطر ده اللي كان مع مرافق معاكي في الحج، والاحمد ممدوح. نعم. محمد ممدوح. نعم نعم. مين كمان؟ مازن ممدوح. نعم. كل ولادي ربنا يبارك لك فيهم يا حاجه. تعبت وشيت وربنا اداني فيهم الحلو كله. وتعبت وشيت شقيت على الجبل برضه. وشقيت على الجبل. احنا شفنا ده، احنا كنا ماشيين معاكي. 27 كيلو برضه كان كان كانت مشقه كبيره. اميال انا مشيت اميال. ما كنتيش حاسه؟ لا في تعب. حبيبي نورعيني. الناس كلها عارفاك يا حاجه ماجده، ما تندهشيش الناس كلها بتصور، جايه تتصور معاكي. كل الناس بحتال على التليفونات ادعي لها. اه دعيت لكل الناس. حبيبي حراره 50 55 مليون. اه كنت هتمشي نفس المسافه. اليوم الجميل. اه مليون كنت بتمنى هذا اللقاء بالحبيب. نعم. كنت بتمنى جبل عرفات يا رب. كنت بتمنى اصلي في مسجد نمره. وصليت قصر ظهر وعصر وحضرت الخطبه. أيوة. وغيرت ملابسي اللي كنت لابساها لانه كنت واخده الشنطه. لا دي والثانيه فيها علاجي وحدي. علاجي؟ علاجي. العلاج بتاعك بتاخدي علاجي تعبان؟ تعبان. علاج لرجلي بقاوم نفسي. اه باخد علاج لرجلي. ومع طب رصدت الناس، الناس كانت بتقول الناس كانت ايه وانت ماشيه، وانت ماشيه في الشارع، وانت ماشيه على رايح العرفات في المسافه دي، الناس كانت الاوتوبيسات اللي ماشيه تصورك؟ انا ماشيه ما اعرفش مين صورني، يعلم ربنا. ما حدش عرض عليك خالص ان هو يقف لك ياخدك في الطريق؟ لا لا لا، انا كنت مع ربنا، انا ماشيه سير مع ربي. وصلت اول ما وصلت وزلت سالت واحد قال لي انت في منزلفه. قلت له طب والجبل؟ قال لي قدام على طول ان شاء الله ربنا جبل قدامك. بقيت امشي لما وصلت لجبل الرحمه. كنت رايحه بس ما شاء الله، كنت رايحه وانت صايمه ولا صايمه؟ انا عرفت ان كل كل الناس كانت بتحاول تقنعك انك تفطر اليوم ده، بس انت رفضت. في هذا اليوم ما فطرتيش. ثلاثه شيوخ جابوهم لي قالوا لي افطري، قلت احب هذا يا ربي وانا صايمه. وقاومت واشكر ربي انه وفقني في هذا المكان ووصلني لهذا المكان ووقفته جنبي. يشفيك يا رب ويعافيك. كان عند حضرتك ايه في رجلك؟ تمام. اه باخد علاج لرجلي. اه ده اساسي. اساسي. طب ده مش يستوجب عليك انك انت لا لا صح كده؟ اه تعبت وبذلت وقت 36 سنه في المشروع. طب انت مشيتي تقريبا بمعدل 7 ساعات من 5 الفجر ل 11 الصبح صح؟ هل خدتي استراحه في الطريق عشان تاخدي نفسك، تاكلي تشربي اي حاجه؟ لا انا ما اكلتش ابدا. ما اكلتيش خالص عشان ما احتاجش لحمام ولا اخلي نفسي بحمام. أيوه. ولا بدورات مياه ولا باي شيء. انا توكلت على الله لان انا واخده على الصيام بصوم اثنين وخميس في يوم قمريه ده كل مدى حياتي لحد ما ده منذ لحد ما معروف الصائمة لربي. نعم. الصائمة لربي سبحانه وتعالى. نورتي نورتي مصر، نورتي مصر، نورتي مصر يا حاجة ماجدة. يعني ولادي انتوا بنشكر حضرتك، انتوا كل حاجة حلوة. شكرا. وانا تحت امركم. ربنا يخليك حاجة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ما تشوفوها. الحمد لله على السلامة. خلاص.